مجلس الاداره اداها له. وجود الكابتن محمد عمر وكابتن محمد نور دول مصريين زينا يعرفوا يتكلموا مع الاولاد ويدوهم ثقتهم ويطلعوا احسن ما فيهم ويقدروا يوجهوهم على المسار الصحيح اللي هو زي ما انت قلت بيطمن الجماهير وبيطمن مجلس الاداره كمان ان هو شغال كويس. يعني اللعيبه اللي موجوده هل تستطيع ولا لا؟ كان فوز مهم جدا ان هم زي ما انت قلت جهاز جديد بياخد معنويات جديده بيعرف طريق الفوز شكله ايه، بيعرف الثقه للاعبين ترجع لهم تاني ويقدروا ينتجوا كل اللي نفسهم فيه. ويوفر الراحه حتى الاجهزه الفنيه اللي قاعده بره والجماهير، بس لا بيوفر لكل العناصر اللي موجوده في اسكندريه كل حاجه، ان الاتحاد رجع تاني يكسب من الثلاث نقاط دلوقتي في الوضع اللي هو فيه في الجدول ده لازم يسمح له ان هو لازم يكون قد كده 10 مرات وياخد بقى ماتشات كلها ماتشات كؤوس. هم اللي حطوا نفسهم في الوضع ده عشان هم فرطوا في لعيبه كتير قوي في اول السنه، لو ما كانوش فرطوا في اللعيبه دي كلها اعتقد ان كوما على حسهم بالسنه اللي فاتت كان شكلهم حلو قوي، كان في نص كان مدور على المربع الذهبي وكان ليهم شكل وكده. فان شاء الله يعني بيبقى فيه حاجات كتيره قوي احنا بنستفاد منها زي الوضع اللي حصل السنه اللي فاتت والوضع ده، مش عايزين نرجع تاني، زي طريقه اللعب، زي دخول اللعيبه اللي بيبيعوهم وخروج حاجات كتير قوي بيحصل فيها دروس مستفاده يا رب تكون ايجابيه اكتر ما هي سلبيه. كابتن طبعا امامنا على الشاشه قبل ما نروح كابتن ربيع وصول فريق النادي الاهلي لاستاد برج العرب. كابتن ربيع ايضا بالنسبه للاسبوع ال 24 يا كابتن، يعني واحنا بنتكلم ما زلت في الاتحاد لان مهم جدا الانديه الشعبيه كابتن تبقى متواجده، يعني بالعكس احنا عايزين نزود الانديه الشعبيه في تواجدها للدوري الممتاز، مش عايزين حد يقل. احنا بنتكلم في 7 انديه فقط موجوده كابتن في جدول الدوري، موجودين هم انديه شعبيه، فبالتالي لما ينقص واحد خصوصا لما يكون فريق زي الاتحاد حاجه صعبه. النهارده مكسب او امبارح كان مكسب مميز في الاسبوع ال 24 كابتن بالنسبه للاتحاد على فريق صعب انك تكسبه ايضا الداخليه. مظبوط، هو التغييرات الكتيره احنا قلنا عوده الحاج محمد مصيحي ده مكسب كبير جدا فيه، لان الحاج محمد المفروض ان هو راجل ادارك كبير جدا وناضج جدا وفاهم ومسؤوليه بتحمل مسؤوليه وعنده عارف المنظومه ماشيه ازاي في اسكندريه وهو على راس المنظومه، يعني دايما بيختار صح وبينظم اموره ومتفاهم جدا مع الجمهور وبهاء الاجواء لاي مدير فني بيجي. هو جه طبعا بعد اختيارات ونص موسم، طبعا التغييرات الكثيره مشان بدايه الاتحاد مع هاني رمزي وبعدين يمشي هاني وبعدين يجي مدرب اجنبي وبعدين يمشي مدرب اجنبي يجي محمد عمر يستلم قبل الداخليه، التغييرات دي كلها محمد هي من الاول. لا لازم مجلس الاداره من الاول يختار على اسس انا عاوز امشي ازاي، انا في مربع امكانياتي توصلني لايه، اختار المدرب، اختيارات المدرب محمد مهمه جدا 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 للفرق الشعبيه. مدرب لازم يتفاهم مع الجمهور يتواصل مع الجمهور، لان الجمهور خلي بالك ممكن اي نتيجه تهز تلاقيه واقف المدرب كده رعبه، واحنا جربنا الحاجات دي كلها. والاتحاد كمان كابتن والاتحاد شعبيته كبيره، خد نادي كبير المفروض ينافس اسكندريه، ما ينفعش الاتحاد اللي هو نادي عريق ونادي كبير جدا بجماهيره وادارته ولاعبيه يبقى بهذا الشكل. ممكن نقول حالا ان بدا الامور تستقر بعد المكسب وبعد وجود محمد عمر ان شاء الله ومحمد نور باذن الله تعالى.